هاي قصة البعبيع هذي ربيه موليه كبرك البعبيع فهمتها ما يصير يمشي معك بعبيع يفد مثلا ربي فيه موليه كبر ناطحو كبيش ولا الدورة متاع كبيش فهمتها البعبيع فيش غاضطو رب ذبحو موليه وقت الجاي يذبح فيه اش قيل قيل بعبيعي طق ربك قلت كلمة البعبيع هذيك متواصلة فهمتها فهمت كيفيه اي كبش توا يخسر في معركه يقولوا بصيرو بعبيعي قبل بعبيعي يعطيهم رساله في الكود اللي انت جيت صارت في الحومه هذه مي تو في اكود اي هذاك وذاك شي حب يموتوا على شنو مشكلتهم بعبيعي صلي يعني بما انك كان تقول له انت ابعد صاحبك تنايا في خاطر البعبيعي يكبش في البعبيعي واش البعبيعي مشكله كبيره على البعبيعي اش بيك ما عندكش بعبيعي في داركم عندك بعبيعي يعني داركم ما فيهاش بع لا لا هيك والله العظيم ورب العاد كان انت ما تصلش تربي واحد يقول بع راك ما تعرفش كيسيرو طلع انا في دارنا اش فما حل الكراج اسمع كان بع 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 ما نخدمش انا انا ما نخدمش ابا جلوس ربي في البعبيعي عندك بعبيعي فيه فلوس شبيك؟ عملنا أخويا فيديو على دين رب الدولة الدولة شبيك؟